es mir für dir. Hast du mich oder? كنت بسوريا وتركت المدرسة كرما للحرب. اسمها الذال ولفظها ذ. حط لسانك بين سنانك. ذال بلد. بدنا نقول منزارة، يعني بدنا اسم شخص. حصة العربي تعلم القراءة والعربي لأنه بتعلم أكتر وأكتر عليها. أنا حب أحضر بصير تتبع معه، بجيب ورقة وقلم كمان بصير اكتب. عندي أنا one apple. إذا صاروا اثنين أو ثلاثة بقول three apples. بحب مدرستي صف مس جريس، تعلمنا كيف نحكي انجلش، كيف بدنا نقرا. أما عم بتعلم عني الانجلش كثير. بحلم أنه عم عمر بيت، بحلم كل مشهور، وبحلم انه انا بلعب فوتبول. الله يعطيهم العافية، جيل كامل عم يعلموه. لما جيت على لبنان صرت اعرف لغه الانجليزي وبعرف الانجليزي. اليوم نتعرف على اسمها وصوتها دو دو. لما بلشت اتعلم حسيت بفرح كثير، مشان السنه الجايه حلمي نرجع على بلدي. إذا تعلموا وعرفوا يقروا ويكتبوا ما بيعملوا مثل ما عم يشوفوه بالتلفزيون.